Hello beautiful people, أنا جينا رح كون معكم كل أسبوع لأعطيكم نصايح كيف فيكم تختاروا اللوك الأنسب لأي مناسبة بدكم إياها بدون فلتر. بعرف إنه الويكند بعده ما وصل، بس أنا أوريدي بخطط مشاريع نهاية الأسبوع مثل برانش مع العائلة أو الأصدقاء، ولأنه فصل الربيع فأنا اخترت الأوتفيت اللي بيناسب هالفصل، فيه ورود وركزت على الأخضر أكتر كيف ما عم تشوفوا. أول خطوة رح بلش فيها هي الميك اب، لأنه الميك اب بيساعدني على اختيار الأوتفيت، على اختيار الهير ستايل، يعني كلوك كامل. واليوم لوك الميك اب رح يكون لوك برانش. البرانش كتار منكم بيروحوا مع يعني فاميلي يتغدوا، بس انه الغداء متاخر شوي. الميك اب رح يكون فيري سيمبل، لانه فصل الربيع رح نستعمل الوان شوي هيك حلوه ولذيذه، فخليكم تابعينا الخطوات الجايه. اول خطوه رح بلش فيها هي استعداد البشره. بتعرفوا فصل الربيع البشرة بعد مرات بتكون dehydrated، اللي بتكون ناشفة يعني، فرح استعمل moisturizer و under eye cream عشان بعدين احط الفونديشن وكل الميك. رح بلش بالفيس كريم. الفيس كريم اللي بختاره اغلب الاوقات بيكون organic، لانه بيكون فوائده كتير حلوة وما في chemicals. فرح استعمل ايدي عشان اوزع الكريم. هلا في كتير براند على الانستغرام يعني في عندهم هالانواع من الكريمز الاورجانيك، او فيكم تحصلوهم بالمول او بالفارماسي. والاي كريم رح استعمل افوكادو اي كريم اللي بتعطي ترطيب وحتى بتساعد الكونسيلر ما يخطط بعدين. ودايما لازم تعرفوا نوع بشرتكم عشان تختاروا المويسترايزر يعني المناسب لنوع البشرة. خلوه فيو مينت لينشف وبعدين نروح نحط الفاونديشن والكونسيلر. الكونسيلر اخترته اليوم من تارت. ليش اخترت هالكونسيلر؟ لانه اول شيء فول كوفريج، عندي هالات سودا. ثاني شيء اللون اللي اخترت بيكون شوي عصفاري عشان اساوي هايلايت وبيخفي لي العيوب ات ذا سيم تايم. فراح استعمله كمثلث بهالطريقه. والحلو في هالكونسيلر سهل الدمج. الفاونديشن اليوم هدى بيوتي كمان فول كوفريج، والفاونديشن يعني اخترته لانه بيضاين لكل اليوم وبيخلي البشره يعني كثير هيلثي وحلو. رح استعمل البيوتي بلندر. فاول شيء رح رش عليه شويه فيكس سبراي باخد اي تيشو عشان اشيل الزوائد، وبعدين بصير ادمج الفاونديشن مع الكونسيلر. يعني انا من الاشخاص اللي دائما بحب اجرب ميك اب، سواء يكون دراغ ستور ولا ميك اب لبراندات عالميه. واللي برتاح فيه اكيد دائما بستعمله. ونصيحه للناس اللي بيحبوا يختاروا الفاونديشن، دائما لما تروحوا تشتروا فاونديشن جربوا على منطقه صغيره وخلوه لمده ساعه ساعتين عشان تشوفوا كيف طلع اللون بعدين.
سو اليوم اخترت الفاونديشن فول كوفرج، اكيد ما بستعمله كل يوم لانه كمان مضر للبشره، فبعض المرات بجرب احط بس فيري يعني الفاونديشن بيكون كتير خفيف عشان يعطينا بس لون حلو. واغلب الاوقات بستعمل فول كوفرج يعني لو بدي داين لكل اليوم او لمناسبه معينه عشان يغطي لي كل العيوب. بس بنصح لكل اليوم انه تستعملوا بس هيك فاونديشن شوي خفيف. بعد ما خلصنا الفاونديشن والكونسيلر هلا رح نساوي الكونتورينج. سو رح استعمل الستيك فاونديشن ككونتورينج. اول شيء رح بلش احدد، اصلا اخترت لون كتير طبيعي لانه ما بدي يبين اوفر. يعني الكونتورينج صارت من اكثر طرق بالميك اب يعني شهرة بالعالم، لأنه مثل عم تعملوا عملية بس بالميك اب. سو هلا رح ادمج شوي شوي الخطوط اللي حددنا حطيناهم على البشرة. أكيد في كذا طريقة يعني للكونتورينج، في الكريمي، في الباودر، أو فيكم تستعملون بيناتهم. كمان هالطريقة يعني لما بتعملوا بنرسم الخط فيكم تعرفوا الأماكن اللي بتحطوا فيها الكونتورين، يعني بتسهل عليكم شوي الأمر. اخذ شوي البيوتي بلندر وحاول ادمج، وكهايلايتر عشان احدد اكثر الكونتورينج رح استعمل نفس الكونسيلر وحاول احدد بس شوي. بعد ما خلصنا خطوات الكريمي يعني كفاونديشن كونسيلر وكونتورينج، هلا رح نحاول نثبت بالباودر، ورح استعمل كومباكت باودر بنفس لون بشرتي لأثبت كل شيء. وهلا رح ثبت من تحت العين. يعني اي منطقة بتحسوا بيها بتصير دهنية بعد ساعات. بعد ما خلصنا الباودر هلا مرحلة الحواجب. سو رح استعمل 3 tools لرسم الحواجب. اول شيء الجل، المشط، واي انجل برش. سو اول شيء رح نستعمل هو المشط لانه بدي اعرف اتجاه حواجبي لوين رايحين. سو مشط، مشط الحاجب الثاني، وبعدين رح اخذ الانجل برش والجل، بصير ابلش من اخر الحاجب. يعني لازم احدد، وبنفس الوقت بحب امشط الحاجب لانه البرودكت اللي استعملناه الجل وبينشف بسرعة، فاحنا في نفس الوقت لازم نمشط. لانه التمشيط بيخلي الحاجب كتير 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 طبيعي. وفي مقدمة الحاجب رح نحاول نرسم شعرة بشعرة.
هلا الحاجة الثانية. وهلا عشان يطلعوا الحواجب نضافوا حلوين رح ننظفهم بكونسيلر او مثل هالقلم اللي عندي بيكون بيج. فرح نتبع الخط وناخد اي برش ونبلش الدمج. اي فوالا. So, الاي شادو اللي اخترته اليوم ولانه اللوك رح يكون فور ذا برانش بتعرفوا الجو رح يكون حلو ومشمس وكل شيء فرح استعمل الوان هيك شوي يعني على البيربل على البينك مع اي لاينر فرح تشوفوا اللوك وان شاء الله رح تحبوه كثير. فكب باليت اخترت هالباليت من ماك لانه بدي استعمل البيربل كولر وهاللون اللي بيكون ترابي بس شوي على الأورنج. والباليت الثانية رح استعملها هي تبع فينتي بيوتي لأنه الألوان كلها جليتري فرح استعملها على كل الجفن. فخليكم تشوفوا معي كيف رح ارسم عيوني. سو اللون اللي رح استعمله أول شيء كلون تحويلي هو البراون شوي على الأورنج. رح أحاول أدمجه على كل العين طريقة خفيفة. اخترت انه استعمل الالوان لانه اغلب يعني اغلبكم ما بتطلعوا من الالوان البنية او بتخافوا تستعملوا الوان بتكون شوي جريئة. فانا بهالطريقة بحاول افرجيكم واشجعكم انكم تستعملوا الوان مثل بيربل بينك وهالألوان بتناسب كل ألوان العين يعني سواء تكون بنية بلو جرين. سو بعد ما خلصنا الآي شادو من فوق رح آخذ ثين برش وبنفس الألوان اللي استعملتها من فوق رح أحاول أدمج من تحت. كيف ما لاحظت اليوم انا حاطة عدسات اللي بتكون شوية على الجراي براون جراي فهالالوان بتناسب الايشادو اللي اخترته كمان وعدساتي بيكون فيها بس هيك فيها كونتور شوي خفيف عشان تبين طبيعية. وانتو دايما لما تختاروا لانسز حاولوا اختاروهم بدون كونتور او بكونتور خفيف. وبعد ما خلصنا الايشادو من فوق من تحت هلا بنحط الجليترز. الجليترز اللي حستعمل بيكون شوي على البينك الفاتح وراح استعمله بصبعي لانه بحس انه بيعطي اكثر يعني كلر ترو كلرز. وهاللون اكيد راح يفتح لي عيني ويخليها جلوي. واو شوفوا الفرق انا حابه. كيف ما لاحظتوا معي الطريقه كان كتير سهله لرسم الاي شادو بس دمج ولونين وخلصنا. هلا انا عم فكر احط اي لاينر بس اي لاينر خطه يكون كتير رفيع. يلا خلونا نرسم اي لاينر. بعد ما خلصنا رسم الايلاينر كيف ما عم تشوفوا معي هلا راح نستعمل اللاشز. قبل اللاشز راح احط الماسكارا لانه لما بتحط الماسكارا فيك تستعمل اللاشز ماني تايمز ما بينوسخوا. فاول شيء الماسكارا كمان لو في اي شادو نزل على الرموش بينشال بالماسكارا.
نختار الرموش. رموش أنا جايبة شكلين عشان نختار سوا. فأول شيء هادول أخف وطوال من الوسط، تانيين شوي بيكر بس طوال من ورا. أنا I think لهاللوك ولأنه ما بده يبينه أوفر ممكن راح أجرب هادول. بعد ما حطيت رموش وحسيته أنه لون الجلو مبين من فوق الآيلاينر زودوا أكتر الآيلاينر، لو لا خلاص خليهم هيك. وهلأ راح أحط الماسكارا من رموش التحتية. كتير ناس ما بيحطوها بس أنا بنصحكم تحطوها لأنه عن جد بتكبر العين وبتعطي لوك كتير كيوت. فهلأ راح أخذ الماسكارا. شفتوا الفرق؟ وبعد ما خلصنا العيون هلأ راح نحط شوية برونزر، هايلايتر، بلاشر وليبستيك. راح استعمل هالباليت اللي بتشمل كونتورينج، البلاشر والهايلايتر، كل اللي بدي اياه. اول شيء راح استعمل البرش فور ذا كونتور واحدد من فوق الكريمي كونتورينج اللي حطيناه من قبل. وللبلاشر راح استعمل البينكي بلاشر. انا بحس دائما لما بتستعملوا الوان بتكون قريبه على الورد على الوردي دائما حطوا البلاشر اللي بيناسب هالالوان. لو استعملت بنيات او شوي على الاورنج بستعمل بيتشي بلاشر او اورنج بلاشر، دائما خليهم متناسقين. رح ابتسم شوي وارسم على الخط وما تنسوا الالف. وبعد ما حطينا البلاشر والكونتورينج هلأ الهايلايتر رح أرسمه بطريقة سي، ولأنه عندي شوية مسامات هون ما رح قرب نهائيا على الأنف، يعني على هالمنطقة ما بين الخد والأنف. كمان نفس الشيء. وبعد ما خلصنا هلأ وقت الليبس. اخترت اللون البينك نيوت عشان يناسب الميك اب تبعي واللوك تبعي، والتكستشر اللي اخترتها هي مات لانه بتعرفوا رح ناكل فانا بدي الليبستيك يضل معي. فاخترت الورل ليب لاينر عشان احدد شفايفي، وبعدين الليكويد ليبستيك هودا بيوتي اسمه جوسيب جيرل. فخليكم تشوفوا معي الطريقه كيف رح ارسم شفايفي. بعد ما خلصنا الميك اب هلأ رح نساوي الشعر. للشعر اخترت اليوم لوك كتير بسيط وشوي هيك فانكي. رح اساويه لايك كيرلي وبعدين رح اعمل بن او اللي بيقولوا له عبسي بن من فوق راسي. فرح تشوفوا الطريقة معي رح تكون كتير سهلة. رح احاول اعمل كيرلز لشعري عشان يبين لي ويفي ويعطيني فوليوم. بعد ما خلصنا الكيرلز هلا رح نعمل البند هون. اول شيء رح اخذ كم الشعر. يلا تختاروا معي الأوتفيت.
حبيتوا لوك اليوم ما تنسوا تتابعوني الأسبوع القادم لأفرجيكم لوك جديد وأعرفكم على ترندز جديدة.